مقداد ينزل لنا من هالصوب، ينتظرنا من هالصوب، عرف انه مقداد، كلمني، سأل عن اسمي، سألني عن القسم اللي اشتغل فيه. امرهم ودوني، قال انا باخذه بودي الدور، على اساس انه يودوني الدور قدام الاشخاص. واليوم تقدم لتلفزيون البحرين مواطن بحريني شريف حركه الحس الوطني إثر رؤيته لمشاهد الفزع التي مورست بحق رجال الأمن العام من قبل المخربين. تقدم بشريط مصور يكشف كيف قام المخربين باختطاف رجال الأمن ونقلهم إلى الدوار. وتلفزيون البحرين بحكم التزامه وحرصه على كشف وتبيان الحقائق لإزالة الحجاب عن الحقيقة يطلعكم على هذا الفيلم حتى تقف الحقيقة صوتا وصورة حاجز صد منيع أمام محاولات البعض لتشويه وتكذيب الحقيقة والتي لا تحتاج إلى تبيان أكثر من ذلك. دكتور راجي، شفنا مرة ثانية التقرير، يعني يستفز الواحد صراحة. يعني أنا ذكرت اللي ينحرون الإرهابيين، اللي ينحرون الأسرة بين قوسين اللي يودونهم، بعد يقولون الله أكبر يعني، وبعد يقرون لآيات قبل، فذكر الآية أو ذكر يعني اسم الرسول عليه الصلاة والسلام أو شيء ما يدل على الرابط يعني، بس ونكتفي بالشعار فقط. أنا سؤالي هنا دكتور، يعني عشان نرجع لسياق الأحداث اللي قطعناها قبل التقرير، في كان في حكي حول الثلاثي حق ووفاء وإخلاص وخلاص معاكم؟ لا، هذه لا كان لقائكم فقط في الفرعية؟ لا، ما التقينا معاهم ولا تواصلوا معنا، لا بتليفون لا بشخص وثائق وساطة أو شيء أبدا. هل الوفاء كانت يعني تملك زمام الشارع؟ هو اللي قال لنا علي سلمان ان احنا ما اقمنا هذه الحركة، ويسميها اسماء اخرى، لكن بعد ذلك الوفاق دخلت وركبت موجات. هذا نعرفه، بس اثناء الحوار معاكم هل هو يملك زمام، يعني كان يفاوض على الحقيقة؟ هو الحقيقة يعني مواقف ليست واضحة، تارة يقول أن الشارع يضغط عليه وأنا، وتارة يقول أنه لا يملك الشارع، لكن يقول أنتوا قبلوا بمجلس تأسيسي بعد ذلك تهدأ الأمور. طيب ما قل، قال له بعض الإخوان إذا أنت تملك أنك تهدأ الأمور، يقول له أنا يعني سأطلب منهم هم هذا يعني ألتزم لهم. فهناك عدم وضوح في الكلام والمواقف، والواقع كل هذه يعني الفوضى كانت أدوار مرتبة. هل تشعر أنه هو توزيع أدوار، ولا تشعر بالفعل أنه يعني لا 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 مجرد يعني لا أشعر، أنا أقطع بأنه توزيع أدوار. طيب إحنا ما ننكر أن في مطالب إصلاحية، إحنا مطالب مشروعة يعني موجودة عند الشريحة، يمكن أنا في وجهة نظري الشريحة العظمى اللي راحت الدوار لها مطالب مشروعة، ليس اللي في الدوار، الشعب البحريني كله له مطالب. ولذلك أنا الآن أنا قلت في المنبر وأقول الآن، أنا أنصح الدولة أن تبادر بالإصلاحات المعيشية من غد.
لأن هذا أول سيوجب ثقة عند الجميع، وسيخفف الضغط الخارجي على الدولة أيضا، وسيعلم الجميع بأن التوجهات الإصلاحية حقيقية ليست كلام. كثير من اللي في الدوار يعني كان يقولون إحنا لو في المطالب الإصلاحية هذه المعيشية تحققت يعني ثلاثة أرباع اللي موجودة تلعب. أكيد أنا أتفق، وأنا أعتقد كل ما تأخرت المطالب كل ما ارتفع سقفها، وكل ما بدأت الدولة في الإصلاحات تأخذ في زمام المبادرة أفضل. خلينا أرجع دكتور يعني قبل أختم اللقاء معك، حول كلمة أنت قلتها في إحدى خطبك الأخيرة، أن أحمل قلت يعني كما حمل الأستاذ المساعد بجامعة البحرين الشيخين عيسى قاسم وعبد الله الغريفي وأيضا المجلس العلمائي المسؤولية كاملة عن كل دم من دماء أهل البحرين ينزف على هذه الأرض جراء الأحداث اللي حدثت، يعني هل تحملهم بالفعل مسؤولية كاملة؟ طبعا، لأن لا تحمل الدولة معهم؟ الدولة طبعا لا شك أن الدولة شريكة في هذا الأمر، والدولة تتحمل الدماء التي قتلت والأنفس التي أزهقت من طرف الشعب وكذلك من طرف الشرطة، لأن هؤلاء الشرطة نأخذهم أولا، صحيح هم قتلوا ظلما ويتحمل عقوبتهم القاتل العقوبة الجنائية، لكن هناك أيضا نواحي تعويضية مادية. إذا الدولة لم تحكم بها على من قتل ينبغي هي أن تتحمل. فأنت تحمل الدولة مسؤوليتها في تطبيق القانون. نعم. ومن قتل من الطرف الآخر أيضا هؤلاء أبناء البحرين يتحمل إثمهم من غرر بهم ويتحمل إثمهم، وإذا كانت الدولة قد أخطأت أو أساءت. نحن لسنا يعني أصحاب مواقف متناقضة أو مواقف منتقاط، نحن نقول كل بحريني قتل أو جرح، كل إنسان حتى نكون ما نقول بحريني، كل إنسان جرح أو قتل في هذه الأحداث أو في غيرها يجب أن يأخذ القانون مجراه وأن يعاقب من اعتدى عليه، سواء اعتدى عليه بجرح أو بضرب أو اعتدى عليه بقتل نفس. لكن لماذا أحمل المرجعية؟ لأن المرجعية هي من تملك الزمام، هي من تملك الشارع. يعني لما يأتي الشيخ عيسى قاسم والشيخ عبد الله الغريفي والمجلس العلمائي يشوفون البلد تحترق وهم جالسين ساكتين، يشوفون الدوار شهر كامل يعني الدولة ضاعت، الاقتصاد اللي احنا جالسين ثلاثة شهور ربما انتهت الدولة، لما يشوفون الناس احتلوا الدوار ثم بعد ذلك ينتقلون من محل إلى محل ثم يعبثون في هذا البلد، ما حركوا ساكتين ولم ينتقلون. أنا وجهت لهم آخر للمرجعية، لما إيران تقول أن البحرين جزء منها ليش ما تتكلم المرجعية؟ ليش ما يتكلم مجلس العلماء يبين موقفهم؟ هو هم مواطنين. طيب أنا قلت لهم كيف تريدون النظام يثق فيكم ويطمئن إليكم وأنتم فقط تكيلون بميزان بحسب مزاجكم، لما تأتي الأمور لا تعجبكم يكون لكم مواقف، ولما تأتي الأمور في مفاصل الدولة تأتي دولة من الخارج تقول أن البحرين تابع لها، أنت كمرجعية تمثل نصف المجتمع وين موقفك؟ طيب. خليني بعد ذكرت نقطة اللي هي اجتمعته مع المندوب أو الموفد الأمريكي اللي هو نائب وزارة الخارجية، التجمع لما برز يعني الكل تفاجأ، وهذا حتى الدولة تفاجأت، فمن جملة من تفاجأ الأمريكان. اتصل ممثل وزيرة الخارجية بعد أن خرج من مقابلة جلالة الملك، اتصال يعني مفاجئ، وأنا لم أحضر لأني كنت في الجامعة، فاجتمع مع الشيخ عبد اللطيف ومع بعض الإخوان. ما
هو يريد أن يعرف كيف خرج هذا اللي سميته أنت المارد. فكان أسئلته تدور حول هذا. يعني كان يقول أن الساحة فيها الدولة والمعارضة. الحقيقة إحنا يعني أنا أقول من يسمون أنفسهم معارضة، لأن إحنا أيضا يعني كل من له معارض معارضة يسمى، ولكن أنا أحب أن أسمي نفسي مناصحة. أنا أحب أن أطلق. شنو كان موقفهم يعني باختصار؟ هل مجرد استهلاع؟ أهم ما سأل أنتم من وين وكيف قدرتوا تجمعون هذا العدد؟ وتفاجأ أكثر لما عرف أن هذا العدد يعني هو في 36 ساعة بين التأسيس وبين الدعوة إليه. لكنه كان أظنه كان يريد أن يستكشف ويتعرف أكثر. ما عنده شيء. بعد ذلك قابلنا أيضا ممثل السفارة الفرنسية، وبعد ذلك أيضا اجتمع معنا في التجمع السفير البريطاني، وكان تقريبا كلها تدور حول هذا الأمر. والسفير البريطاني يعني قال أنتوا يعني لكم مطالب؟ قلنا طبعا هي مطالب، واحنا لا نريد ان يربطنا احد. من الواضح دكتور ان يعني عدم الاقرار او اعتراف بهذا الكيان، يعني انا من وجهه نظري يتحمل الاثنين، يتحملون كل مكونات الشعب البحريني اللي هي غالبيه ظلت صامته لان صامته ما حد اعترف فيها، الان تحدثت، الان اثبتت نفسها وجودها، الان يعني مثل ما يقولون الرك او البيدان على استمراريته على بقائه على تأهيله على تأهيله. أنا شاكر لك دكتور ناجي على التوضيحات هذه اللي بيّنت خلفيات صورة إيش كثر كان في مجال وضيع وفرص واحدة تلو الأخرى ضاعت. وإحنا خارجين قلت للأخ علي سلمان خلنا نجتمع إحنا كطلبة المشايخ بعيد عن السياسة. لا ايش كنت ابي اقول له؟ لا كيف ما كان راح يقبل. كنت ابي اقول له انتم مو بتضيعون فقط على نفسكم، انتم بتضيعون على البحرين كلها فرصه كانت بتنقل الامور والاوضاع الى نقله نوعيه وبنكون مثال نموذجي. لكن للاسف كانوا الجماعه يرون ان اهم ما بينهم وبين الحكم إلا يعني قفزة، ولذلك تشوفين هنا عندهم أسرى وتشوفين بوابة الأسرى وتشوفين تعالوا نموذج. شاكرا لك دكتور ناجي حضورك، وشاكرا للتوضيحات هذه بينت يعني في الفترة ما وراء الكواليس شنو كان يدور. ما كان ودنا نوصل لهالمواصيل هذه، لكن قدر الله وما شاء فعل، ورب ضارة النافعة لكل الفئات انها تعي في الواقع هذا اي نظام، اي نظام كما يقرر ابن خلدون وغيره، اي بلدة اي نظام حكم مع الوقت يبدأ في نوع من الترهل في الجسد. فانا اعتقد ان هذه الهزة القوية ستعيد نظام الحكم قوي، وستعيد الشعب قوي، وستعيد البحرين بإذن الله قوية. وأتمنى على الله سبحانه وتعالى أن يكون انطلاقة إلى الأمام بقوة إن شاء الله. أختم بهذا إن شاء الله، تعود البحرين قوية. لا تروحون، راح عندنا يعني فقرة ثانية وثالثة إن شاء الله رجع لكم بعدها. بابا علي بحثت عن الهدايا والعطايا وبذلت في الألف. التقارير الآتية من ليبيا تشير أيضا إلى أن معارضي القذافي وسعوا نطاق سيطرتهم غربا. أما في طرابلس فتتحدث معلومات عن حالة فوضى وخوف تعيشها المدينة، بينما يواصل التلفزيون الليبي عرض مشاهد عن تظاهرات واحتفالات مؤيدة للعقيد القذافي. وائل الحجار، بي بي سي. من جانبه قال سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي إن الأنباء بشأن أعداد القتلى في الاضطرابات مبالغ فيها. وقال سيف الإسلام في تصريحات للتلفزيون الليبي إن ما يحزنه هو استغاثة سكان المناطق الشرقية من أعمال السلب والفوضى والقتل التي انتشرت فيها. أما فيما يخص المشكلة الآن اللي أنا يعني تحزنني كثير،
البلاغات اللي جينا ببعض المناطق في المناطق الشرقية، وإخواننا يستغيثوا عن الفوضى، عن القتل، عن السلب، عن الاستهداف.